ايه اهم ما يعني انجازاتكم في نادي الزمالك، الحاجات اللي ما بتنسوهاش بقى الانجازات؟ هي البطولات. بص حضرتك، الانجازات دي حصلت واحنا بنلعب واحنا بندرب. ازاي؟ النادي الاهلي، نادي الزمالك كان يفتقد. لما رحنا الزمالك ما كانش بياخد بطولات، ما خدش دوري بقاله اكتر من 7 سنين واحنا بنلعب. كان يفتقد، ما كانش فيه فريق. كان فريق في مرحله بناء. المجموعه اللي موجوده هو انهيار كمان نفسه. موجوده اللي موجوده اللعيبه يعني بتخسر بطولات، بتخسر دوري 7 سنين امور ضدهم. حصل حاله ان احنا بفضل الله ربنا جعلنا سبب، مش احنا السبب الرئيسي يعني، ربنا جعلنا سبب ان احنا مع المجموعه اللي هي قليله الخبره اللي كانت موجوده. كان في بعض اللعيبه من نادي الزمالك لسه صغيرين، في لعيبه المفروض تبطل في نادي الزمالك. اشتغلنا، خدنا 3 دوري مع بطولات افريقيا مع سوبر مصري. كل الكلام ده اكيد ليه اسباب. ربنا جعلنا سبب دي يعني من ضمن الاسباب. لكن ان جمهور الزمالك رجع تاني ساعتها دي اول مره. لما مسكنا، لما دربنا نادي الزمالك 2000، لما كان نادي الزمالك كان في مركز ال 13، جمهور الزمالك كان ابتدى بيحب مكان لكن استحمل كتير، ابتعد عنه. يئس يا عيني. انا ما كنتش بشوف حد بيلبس فانيله نادي الزمالك في الشارع او فتره من الفترات اللي هي سنه 2000 و السنه اللي احنا مسكنا فيها 2010 اعتقد 2009 او 2010 حاجه كده. الجمهور رجع تاني. انا بفتكر رجع واحنا بنلعب عمرو اديب، رجع واحنا بنلعب عمرو اديب. فرجع واحنا بنلعب اللي هي 2001 ورجع 2010 لما 2009 2010 لما دربنا نادي الزمالك. الجمهور رجع فعلا، قال لك يعني لاول مره كان الجمهور حد بيحب نادي الزمالك. اتعملت اغاني، اتعملت حاجه، الناس فرحانه يا عيني. لان احنا عندنا ايمان ان الجمهور ده استحمل كتير وجمهور بس فضل وافي. نقول لحضرتك ميزه رائعه يعني، أيوة في الزملكاويه فضل وافي جدا لحد اللحظه بناديه جدا.